السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونشوف مع بعض موقع أونس AI، موقع الذكاء الصناعي. زي ما شايف فيه خدمات كتيرة جدا، يعني في حاجات خاصة بالصور، حاجات خاصة بالشات، حاجات خاصة بالصوت، حاجات خاصة فيديوهات يوتيوب RSS وهكذا. طيب ممكن اجي هنا واقول له انا دخلت في اللي هي AI chat image، هقول له اريد صورة نجمة في الصحراء، تمام؟ بحيث ان انت كل ما بتكلمه بيبدا يعمل لك هو صور زي ما انت عايز. نمشي في مصر، اول ما يعمل لنا صوره اروح داخل له بقى ايه بالصوره الثانيه. فانت كانك بتعمل شات خاص بالصور، كل شويه تطلب منه صوره معينه. اهو عمل لي نجمة في الصحراء. طيب عايزين صورة سلاحف النينجا في مصر، مباني مصرية قديمة، صورة سينمائية. سلاحف النينجا في مصر اول. طبعا هو عندهم كلمة مصر معناها عصر الاسرات. مثلا طائرات على شكل نمور. وممكن في اول مره ما فهمش الصوره بتاعتك فتعيد صياغه الجمله بحيث انها تتطور معاك. وممكن تتعلم هنا الوصول لاحدث البيانات بشكل لحظي. ممكن تستخدم الصوت، تبعت له صوت هو يبدا ان هو يعملها. فجميل، يعني في حاجات كتير جدا، فمش هيكفي فيديو واحد، هنعمله مع اكتر من فيديو. زي ما انت شايف فيه ان انت كانك بتتكلم مع شات جي بي تي، او تطلب منه هو يكتب لك مقاله او ممكن تقول له حاسه جديده، وتخلي مثلا كانت في صور خاصه بمباني، صور تانية خاصه بحيوانات، فتقدر تفصلهم عن بعض. تمام، عمل لي طياره على شكل نمر. هو مش بيعمل سيرش، لا ده هو بيعمل كرييت. هو اكيد معتمد على مواقع خاصة بالذكاء الاصطناعي، فأتمنى الموقع يعجبكم ان شاء الله.